حياكم الله مشاهدينا في فقرة مشروع كويتي برنامج ديوان، ودائما مع مشاريع جديدة على أرض بلدنا الغالي والجميل والحبيب الكويت. وأنا عادة يعني أحب أبدي في الأخبار الإيجابية والأخبار الحلوة، واليوم جايب لكم كم خبر حلو. خبرنا الأول من وزارة الداخلية، وبحمد الله حيث بدأ اليوم رسميا وبدأت الوزارة بإصدار الجواز الإلكتروني الجديد على المواطنين. يا ريت مخرج تعطينا الصورة للجواز الإلكتروني واللي يضم مواصفات خاصة و52 علامة تجعل تزويره مستحيل، وكذلك يحتوي على شريحة إلكترونية وبصمة وتوقيع إلكتروني. وهذا الجواز طبعا راح يتيح حق يتيح للمواطنين الكويتيين استخدامه في البوابات الإلكترونية في المطارات العالمية. أما خبرنا الثاني فهو يخص مشروع القرية التراثية بمنطقة الشرق، حيث أعلن جهاز متابعة الأداء الحكومي التابع لمجلس الوزراء عن وصول نسبة الإنجاز في هذا المشروع الجميل إلى 67%. مثل ما أنتم عارفين هذا المشروع يمكن توقف لمدة 10 سنوات تقريبا، لكن وبحمد الله وبفضل جهود المخلصين في البلد رجع واستأنفت الأعمال فيه. ويضم المشروع فندق 5 نجوم ومنطقة تجارية ومعارض ومحلات وفلل فندقية بتصميم جميل يعيد إحياء التراث الكويتي القديم. خبرنا الثالث والأخير عن الخطوط الجوية الكويتية واقترابها من استلام طائرتها الخامسة بإذن الله. خلال هذا الشهر الجاري راح تستلم الطيارة الخامسة من طراز بوينغ 777 العريضة البدن ضمن صفقة شراء 10 طائرات بوينغ من نفس الطراز، راح يتم استلامهم جميعا خلال العام الجاري. أما موضوعنا اليوم فهو عن واحد من مشاريع الطرق المهمة والداخلية في البلد، وهو مشروع تطوير المرحلة الثانية للدائري الأول. طبعا يعني حاليا نعيش أو حكومة الكويت قاعد تبذل مجهود كبير جدا متمثلة في وزارة الأشغال العامة بقيامها بتنفيذ عدة مشاريع ضخمة للطرق، ويمكن أنا كذا مرة ذكرت هذه المشاريع ومريت عليها وتكلمت عنها في حلقات سابقة. يمكن واحد من أكبر هذه المشاريع هو مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وصلة الصبية، اللي يعتبر رابع أطول جسر على مستوى العالم، رابع أطول جسر بحري على مستوى العالم. كذلك وصلت الصبية وصلت الدوحة من مشروع جسر جابر، وهو أيضا جسر بحري بطول 7 كيلو يربط مدينة الكويت في مدينة الدوحة. ومشروع طريق جمال عبد الناصر، مشروع طريق الجهرة السريع، طرق سريعة متعددة الأدوار، طرق ضخمة على مستوى عالمي تنفذ حاليا، مشروع تطوير الدائرة الخامس اللي تقريبا وصلت نسبة إنجازه 14%. اليوم اللي مر عند طريق الدائر الخامس راح يدش في التحويلات المرورية ويشوف مدى حجم الأعمال وتقدم الأعمال في هذا المشروع. تطوير طريق الدائري 6.5، تطوير طريق الدائري 7، أيضا تطوير طريق شارع الغوص، تطوير طريق الوفرة اللي يخدم مدينة صباح الأحمد السكنية، كذلك قاعد تتقدم الأعمال فيه بشكل كبير جدا. الطرق الرابطة بين مدينة الخيران السكنية ومدينة صباح الأحمد السكنية ومدينة الخيران السكنية، والعديد من المشاريع القادمة. يمكن المستمع يمكن يقول هاي المشاريع وينها، مستقبلية ولا موجودة حاليا؟ هذه كلها مشاريع تنفذ حاليا، وفي مثلها مشاريع مستقبلية إن شاء الله قريبا راح يتم توقيعها والدخول إلى إجراءات التنفيذ. وكذلك مشروعنا اليوم وهو تطوير أول مرحلة ثانية من تطوير الدائر الأول، يعتبر من المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والمشاريع المهمة جدا. راح أعطيكم إن شاء الله آخر تطورات هذا المشروع وآخر نسب الإنجاز بعد هذا التقرير عن مشروع تطوير الدائر الأول. عطنا التقرير. Get with you now. I'm on.
الحبيبة انت الحبيبة وقتنا انت الحبيبة وقتنا ام الثلاثة كوار. المشروع اللي شفتوه بالتقرير يمثل المرحلة الثانية من تطوير الدائر الأول بعد ما أنجزت وزارة الإشغال المرحلة الأولى من تطوير الدائر الأول تقريبا قبل 3 أو 4 سنوات وتم افتتاح هذا المشروع. أما هذه المرحلة راح تتضمن تطوير الدائر الأول من جهة دسمان وشارع عبدالله الأحمد، دوار دسمان المعروف راح يصبح دوار معلق على مستوى الأرض، راح يمر من تحت نفق، هذا النفق راح يوصل تقريبا إلى يمتد لغاية شارع عبدالله الأحمد. في تطور كبير في هذا الشارع، أعمال كبيرة راح يتم تنفيذها، تكلفة هذا المشروع توصل ل 32 مليون دينار كويتي. يمكن المستمع يقول معقولة بس عشان بتحفرون نفق وبيمر يعني تحت الدوار، هل فعلا يعني يسوى هالتكلفة 32 مليون؟ فأنا بعطيكم الحين الأعمال أو الأعمال اللي تتضمن في أو موجودة في هذا المشروع الضخم: إنشاء 3 تقاطعات حرة، إنشاء 5 جسور للسيارات، 3 أنفاق، 2 جسر للمشاة، بالإضافة إلى تجديد بالكامل شبكات الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار، تجديد شبكات الهاتف والمياه والكهرباء في المنطقة، تجديد إنارة الشوارع، تجديد إشارات المرور مع توسعة كاملة للطريق الحالي، وأيضا بالإضافة إلى كل هذه الأعمال نقل وإعادة بناء مسجد المطبة التاريخي المعروف. يمكن قبل فترة الناس تحكت ليش تبون تنقلونه أو ليش تبون تهدمونه، هو ما راح يتم هدمه، راح يتم نقله وإعادة بنائه والحفاظ على كافة مكوناته وأبيبانه الحوائط التاريخية. طبعا الأعمال في هذا المشروع بدأت تقريبا من نهاية عام 2015 وحاليا قاعد تتقدم بشكل كبير. اللي مر صوب الدائر الأول راح يشوف أعمال الحفر في هذا المشروع، التحويلات المرورية كلها خلصت وتجاوزت نسبة الإنجاز تقريبا 20% في هذا المشروع. بإذن الله خلال العامين راح يتم افتتاحه، وهذا طبعا فيما يخص كل المعلومات عن مشروعنا اليوم وهو مشروع المرحلة الثانية لتطوير الدائر الأول. وبالختام أحب أشكر وزارة الأشغال العامة والعاملين فيها ومهندسينها والمسؤولين المخلصين اللي قاعد يقومون بمجهود جبار في هذه المرحلة المهمة في النهضة العمرانية اللي قاعد تعيشها البلد. وفي ختام كلامي ما أقول إلا عسى الله يكتب الخير لبلدنا ونشوف أجمل وأجمل ومشرق دائما بإذن الله. فاصل ونرجع للزميل محمد الملا وفقرة وجها لوجه.